وقلنا في الكنيسة أنه لو كان المسيح سيولد اليوم فهو سيولد في غزة تحت الأنقاض، ونشوف صورة يسوع في كل طفل تحت الأنقاض في غزة. فهي رسالة تضامن مع أهلنا في غزة، وتعبير عن معنى عيد الميلاد أن الله يتضامن مع المتألمين والمظلومين. العام لن يكون هناك احتفالات عيد ميلاد في بيت لحم أو في كل فلسطين، والسبب أنه من الصعب بل من المستحيل أن نحتفل وأهلنا في غزة عم بمروا بحرب إبادة، وهذا القتل البشع اللي بنشوفه بحق أهل غزة وأطفال غزة. هذا العام لن يكون هناك احتفالات عادية بأعياد الميلاد، والسبب أنه من المستحيل أن نفرح مع وجود حرب إبادة بحق شعبنا في غزة. في كنيستنا في هذا العام في هذا المكان، وبدل من أن تكون هناك شجرة وإضاءة، وضعنا هذه المغارة التي تعبر عن الواقع الأليم في فلسطين. هذه المغارة هي أولاً المعنى الحقيقي للميلاد، فيسوع الطفل يتضامن مع أطفال غزة، ونحن نرى في كل طفل ينتشل من تحت الأنقاض نرى فيه صورة هذا الطفل. نقول اليوم لو كان المسيح سيولد في عالمنا من جديد فهو سيولد تحت الأنقاض في رسالة تضامن مع المتألمين والمقهورين في غزة. هي رسالة لكل العالم، بينما يحتفل العالم بالميلاد بأبهج الطرق وبالاحتفالات وبإضاءة الشجر، في فلسطين أرض الميلاد هذا هو واقعنا. أطفالنا تقتل، عائلاتنا تشرد، وبيوتنا تهدم. نصلي أن تكون هذه المغارة رسالة للعالم عن حاجة أرضنا إلى العدالة. نصلي أن تكون الرسالة وصلت، وهي أنه يجب أن تتوقف حرب الإبادة في غزة.